يا الله شفت شكلك يا يويو، مره حلو. تبغانا نلعب فيه؟ بس لينا ما معنا فلوس، هو غالي. ما معكم فلوس؟ لا، معك انت؟ لا، ولا انا صراحه. خل نروح نسلف منا، نقول اعطنا سكوتر انا القلة، وش نسوي؟ والله فكرة، وين نروح؟ ايه يلا يلا مشينا. والله الحين صار سكوتر فل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام. تبي نلعب مجانا تكفى يا نوار؟ لا لا مجانا لا، لازم فلوس. طيب اسمع، السكوتر بكم؟ بكم الساعة؟ ربع ساعة ب10 ريال. طبعا خالي يا اخي. طيب اسمع اسمع، عندك سالفة شيء؟ لا والله ما عندي. تكفى يا نوار. وش اللي تكفى؟ انا جاري بفلوس. طيب سلفنا وبعدين نعطيك الفلوس. لا يا حبيبي ما تضحك علي. طيب اسمع خلنا نجرب، واذا زين نعطيك الفلوس كامله. خلاص اجل بخليكم عشان جيت وانس. لا بيض الله وجهك يا نواف. يلا يلا قم قم. انا بلعب. طيب ما انت بعد اخوك انس. طيب وانا؟ انت بعد يويو وبعدك عناد. انا العب صح؟ لا انا نسيت، انت كبير. يلا يلا يا انس اول واحد انس. طب وش تبغى السرعة؟ وسط ولا ثلاثة ولا واحد؟ واحد واحد واحد. لا يا سلام. يلا ها خليتك وسط وسط. اصبر اصبر. يلا 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 تعال اركب. يلا الله يديك سدى. اصبر اصبر. كفو يا ناس كفو. الحين يجي يدور وتشوفوا. وش تبي تسوي؟ تشوف اللعبة الحين. خلاص انت دورك انس، تعال تعال. طيب يلا انزل انزل انزل. يلا يلا اللي بعده يا يويو. يلا 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 يويو. يمديك يمديك يويو. شوف شوف ايش بيسوي يويو. يلا اصبر 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 اصبر. حط رايه واحد يا نواف. يلا يلا ادعس ادعس يويو. اصبر اصبر. شق المسبح. ها اي والله. تعال تعال يو انت دورك. تعال يلا تعال يا جاري. انتبه انتبه. يلا 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 اللي بعده ليلى. يلا ليلى يلا بعد ليلى صح؟ لا بعدها انا. نواف لا لا مو غلط. نواف بعد ليلى انا. لا انت كبير انت. خل خل تاخذ ديجي معاها. يلا يلا تعال خذ ديجي معاك. طيب تعال يلا اركبي. يلا انت دورك يا ليلى. تعالي يلا يلا جيتكم. الله. طيب والحين من دوره. الحين تروحون لبيوتكم. يلا 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 خلا يلا انت وياه. يلا انت يلا 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 مشينا مشينا. جيجي جيجي وش رايك نروح البقالة؟ مبسوطة؟ تعالي تعالي نروح البقالة من عربية. ها؟ يويا بيروح مع الوجين البقالة؟ خطر عليهم. مو شغلك يا ليل، أنا بروح وأنا جيجي. لا يا يوم ما تروح البقالة، يمكن ناس ياخذونك غرابة. أنا بغض جيجي في البقالة وهذا بالعربية هو شرابيته يا يويو. مو شغلك أنا أجيبها. أنا شكلي راح أقول لعماد هذا ما يفهم يويو. يلا إحنا رايحين البقالة. عماد عماد يبي يويو ياخذ لوجين ويوديها البقالة في العربية. يويو يودي لوجين في العربية؟ إيه ويوديها البقالة. الحين الحين أنا راح أشوفها. أروح البقالة. انتوا اشتبهنا رايح البقالة. خطأ عليكم انتوا اطفال. مو شغلك. انا بروح اعلم اخوهم الكبير. راح اعلم. وين وين يوجيتي؟ هنا هنا. وخر وخر ولا توخر. يوخر بقى علينا. وخر وخر يا اخوي صادق انت ود اختي. امشي امشي تعالي. جيب العربية. غلط يا اخوي كم مرة اقول لك انها غلط. جيب العربية يا اخوي ادخل معنا داخل. تعال تعال. يا اخي كم مرة اقول لك خطأ خطأ انك تاخذها زي كذا يا اخوي. نادر انا وديكم البقالة. انا ما بروح البيت. خلاص انا وديك البيت. انا بلعب لينا مع شوي وجيدي. خلاص العب معاهم وانت بتروح البقالة لحالك. شاطر. يلا يلا مشينا داخل. ابلغ مع لينا. يلا انا نروح لينا مع
العمران. ايوه يا عمران فيها كل شيء، فيها فشارات فيها عصيرات. طيب وين هذي؟ تعرف نواف هذا الفاتح البقالة. نواف ما غيره. ايوه نواف ما غيره. يلا خلونا نروح لهجل. يلا مشينا. يا رب يا رزاق تفتح لنا باب الكريم يا رب يا رب رزاق. يا سلام خير البقالة في الحارة. هذول شبون هذول زبايني. عزوه اني خسر. السلام عليكم نواف كيف حالك؟ الحمد لله. وش تبون انت؟ يا ابن الحلال ابن شبون الاغراض. ما في اغراض كثيرة. خلوا الاغراض ما معكم فلوس. رجع سالف يا نواف عاد اخر الشهر نعطيك. انت صديقنا يا نواف. انا صديق انت بتاخذون اغراض بجمع. لا يا نواف الله يهديك سالف لاخر الشهر وبعدين نعطيك فلوس. اكيد تضمن الفلوس اخر الشهر يا عماد. ايه يا نواف ازعل يا نواف. طيب ايش تبون انتم كم تبون؟ نبي ب20 ريال بس. لا يا عماد ب50. اوه 50 ريال. لا 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 يا نواف. نواف سويتها 30 يا اخوي. لا والله يا اخر الشهر دبل ال50. لا 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 فيها. انا وين حاط البقالة في الحارة؟ ما شاء الله يا عماد والله الجلسة حلوة ما شاء الله. تستاهل والله يا ذيب. تعال تاكل الفطاير. تعال. يلا عطني فطاير. تبشر وانا عطني. لا تعطيه يا عماد. لا تعطيه. ما راح اعطيه. ليه ما تعطوني يا رحال؟ انت شغلنا انت حوسنا يا ولد. وين ما تعطيني يا عماد؟ اللف عليك انت يا اختي. هذول وش فيهم؟ يا رحال ما احنا معطينك حنا. طيب صبوا العصير. في عصير هنا يا عماد. ايه يا اخوي في عصير بس ماني معطيه. والله انه ما يستاهل مشغلنا يويو. لا تعطونا عصير. كل واسكت. وش تبي يا يويو؟ ليه جاي عندنا في البيت؟ انا مسجل هنا مالك داخل. ايه لا ويبي هاوش بعد. انا مالي دخل. مالك دخل صبوا العصير. ما احنا صبي لك اخوي. ماني صاب لك يا يوي. ما راح اصب لك. خلاص يا اخوي لا تشغلنا. صب لي عصير يا عماد. ابشري الحين يا ليلى اصب لك. انا اوريك. يلا تستاهلين يا احلى اخت. بسم الله. صب لي عصير يا عماد. تستاهل. ابشر الحين اصب لك. وانا ماني صاب لك يا اخوي لا تشغلنا. نواف تبي عصير؟ لا يا اخوي ما ابي عصير. بشرب لي شاي. سمي ليلى. من حقي وانا. سم تستاهل احلى عصير. شكرا. الحين تغص يا انس. لا ما هو غاص ابن الحلال بس انت اسكت. اشغلنا. وش رايكم نلعب عند البطه؟ طلع معكم. لا انت ما تلعب معنا. يلا مشينا نلعب البطه. يلا الحين اخذ العصاير. يا سلام والله هي احلى بطه هنا. والله يلا نبي نلعب. ها نمسكها. تعالي والله اني عطشت يا عماد. خلنا نروح نشرب عصير يا ولد. يلا مشينا حتى انا تعبت. خلنا نشرب عصير. يلا مشينا. يا سلام حلو العصير. والله يا ابن الطيب صادق. العصير وينه؟ وين العصير؟ يا سلام
حلو يا اخي. انا قايل لك يا عماد لا تتجاهل يويو يا اخي بيزعل عليك. يا اخوي تعرف حتى لو اعطيته راح يكبه على الفراش ولا شيء وننك بعد. بس لازم اخر واحد. الحين خلونا ندور يلا. يلا يلا شيلها كلها. الحمد لله شبعت. يويو. يويو. ليش اخذت العصير يا يويو؟ كنا مسوي فيك مقلب يا اخي. خلاص معلش احنا اسمي خلاص معلش يويو معلش معلش يلا معلش يلا خلاص معلش تعال. هلا والله في الايس كريمات يا جيجي. اختار اي واحد تبين. تبين وين؟ تبين هذا؟ يلا 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 الحين بفتح لك وكولي بالعافيه. يلا يلا بسم الله. واو ها حلو. يلا الحين جاء دوري انا باخذ المانجا. واضح انه حلو. ما يلا ليلى اسحب اسحب عليه بس انا وياك. يا سكريمات سكريمات. يو هذا وش جابه؟ عماد عطني سكريمات. خليني اخبيهم. يجي تجيب تجيب حقك بسرعه جيبي. ما فيها ما فيها ايس كريمات. هذا وشو؟ هذا علاج علاج. خليه جيجي خليه ذا علاج يا يوي علاج. هذا وشو يا عماد؟ لا لا هذا اخوي حقاتنا ايس كريمات. بعدين انت تفهم خلاص ما راح نعطيك يا اخوي. ايه روح الليلة تعطيني. هذا وش فيه؟ عماد ما اعطوني ايس كريم. لا انا خليهم يعطوني ايس كريم. يلا تعال يعطيني. يلا ابشر يلا امش. يا عماد اعطي يويو ايس كريم. ما في ايس كريم ما في حقاتي. وجيجي ليه تاخذ ايس كريم؟ يا ليلى ما راح اعطيك ايس كريم خلاص يا ليلى ما راح اعطيك. يا عماد عطني انا اختك الكبير عطني. ما راح تعطيني ايس كريم؟ لا ما راح اعطيك ايس كريم. ما راح تعطيني ايس كريم مع عماد. يا حرام شكل قاسي معهم. بخليهم ياكلون ايس كريم بالسياره. خلاص ليلى لا تبكي انا اجيب لك ايس كريم. طيب يا يويو. يلا يلا انا جبت لكم ايس كريم. هي والحين نبي ناكله في السياره. وانا اسع يا عماد انا بمسكه. خلاص يلا يلا مشينا مشينا في السياره. يلا مشينا يلا. واو الايس كريم مره حلو في السياره. ايه يا ليلى شفتي كيف؟ شكرا يا عماد. عفوا عفوا. طفى شحن يا جيجي وش نسوي؟ جيجي الحين شو نسوي يا جيجي؟ طفى طفى شحن يا جيجي ما تحاولين. ما شاء الله يا المسبح. ذا جاي بيسبح. ممنوع المسبح يا حبيبي. افا افا ليش ممنوع المسبح؟ لازم تكون هناك ادوات سلامه. عارف وش ادوات السلامه؟ ادوات السلامه للاطفال يا اخوي ما هي لي انا. انت والاطفال واحد. يا اخوي خلينا نسبح نتعوذ من الشيطان. بعدين من انت؟ انا حارس المسبح العملاق. ما تعرف شلون العملاق؟ انا حارسه. كره وش ادوات السلامه اللي انت بيها؟ ادوات السلامه كثير ولا هي موجوده. خلاص مسبح انسى. بح مسبح بح. شايفني نونو. النونو يفهم وانت ما تفهم يا اخوي. ممنوع يا اخوي. طيب طيب هلا ايش فيه رفس المسبح؟ بروح اجيب ادوات سلامه واجيك. يا حليله ايش فيك يا عماد زعلان؟ ما ادري ابى اسبح يقول لازم ادوات السلامه. بس انا عندي الحين اجيب لك ادوات السلامه. كفو والله يا ليلى. يلا يلا يلا. بس يا عماد ابى اسبح معاك. خلاص تم يلا. شكلي بفضل المسبح يا ولد. يلا بس يلا جيب لي ادوات السلامه. تبى ادوات السلامه؟ ممنوع على الغطس يا ابن الحلال. ما احنا غطسين نبي نسبح بس. ايوه صادق. يلا يلا ليلى مشينا مشينا. يلا انشبت انشبت فيك انشبت فيك. نشبتنا فيها. الله ينشب عدوك يا شيخ. يلا بسمح انا. ما تعال عدني هنا. يلا يلا تعالي تعالي. يلا يلا صراحة. يلا يا ليلى الحين جاء دوري انا بغطس. وخري وخري. لا ممنوع ممنوع. اقول يلا بس الخلاص. الحين شو اسوي؟ لازم افضل المويه. يا سلام المسبح. والله يا ليلى حلو. ايش رايك نسوي تحدي؟ لا لا انا خايف اغرق. اقول الممنوع المسبح. يلا اطلع اطلع يلا. الله ينكد عليه. يلا يلا مشينا يا ليلى. تونا نسبح يا الواد. شوفي هذا حارس شغلنا. يلا يلا اطلع اطلع يلا. يا حلو قاتل بالله. امشي امشي خليني اطلعك بس. الله العظيم هذه خرجتها بعد ما اعطوني فلوس. هذا همك الفلوس بس. لازم افتح لي بقاله يا ولد لازم. هذا ايش جالس يسوي هنا؟ الحين برتب اغراض البقاله. اقصى عند بقاله.
أهم شيء في شراك عشان نجيب فلوس زينة وكثيرة بعد. الحين برتب العصائر. شو عصير؟ قرب يا ولد قرب، فشارات وعصير. قرب يا ولد قرب. أبو روح أشري منا عصير. عصير فشار وهاي اشتبه البنشة. أبشري منك عصير وفشار. أبقى هذا الفشار وهذا ب9 ريال. ليه ب9 ريال؟ ب4 ريال. ليش عجبتني سارقهم أنا؟ لا بس السعر كذا. أقول ب9 ريال. تبغين ولا أضفي وجهك؟ لا يا حبيبي أنا جاي أشتري، تعطيني اللي أنا أبغاه. لا يا شيخة عاد أشغلتيني عاد. تبي تعطيني ب4 ريال ولا لا؟ لا لا أبغى هذا وهذا خصبا عنك وهذا. لا يا شيخة غصب بعد، والله لا فقع راسك. جيبيهم. لا لا والله ما أجيبهم. قول جيبي. راضي أحسن يا رضي في وجهك. قول يلا يلا بس طف وجهي. والله العظيم طفشوني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليلى كل يوم جايبة مشكلة. يا عمالي والله ضرب راسي بالفجار بالبقالة. أح وريني راسك تعالي. بسم الله عليك وين الضربة وين؟ هذه. خلاص معليش. أوريك فيه هذا ما يفهم. أوف لا حول ولا قوة إلا بالله، هذو حاطين على راسه حنا. لا تعال فقع راس أختي أنت. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا ما فقعت، رميتها على الفشار بس. ليش سمحت تضربها بالفشار أصلا؟ يا حبيبي عاندتني يا ولد. كيف عاندت؟ تفهم أنت تجيني. تعال أروح تعال. تعال والله أوريك تعال. يا ساتر باخذ البقالة كلها. والله العظيم ما يفهم هذا. ها أخذت بقالته. يا حول يا حرام يا نواف. جابي. هذا بس يبلع 24 ساعة. اوه الفشار هذا والله يا سبايسي. والله يا علي طعم شكل بروح اغسل خلي الحمضيات. حسين راح اخذهم سلام. يلا خلينا نحاش. يا سلام خلينا نجلس واكل احلى فشار. والله العظيم ان في شارع الكبكة. الشارع وينه؟ الحمضيات وينه؟ يا سلام يا سلام والله لك صار يدني خذ في شاري. وينه انا وريه ذاك وينه؟ اختم لا في شار مرة حلو. من صوته ذا؟ يا زينة يا زينة. ليلى ها؟ هلا هلا لواف. ليش تاخذين اغراضي؟ هذا حقاتي انا جايبتهم من البقالة. لا تكذبين بعد. لا انا ما اكذب مالك شغل. لا ما تكذب جميلة. جيبي. احسن تستاهلين. من انت انا عند اخوك بعد اكسر يده مثلك. يدي. سلامات هذا شوية تصيح. كسر يدك؟ ليش كسر يدك؟ أنا كنت أخبطه بالخلطة ويبي يكسر يدي ويكسر يدك. وريني يدك تعالي. شوف الليلة. بسم الله عليك هيج وجهك الحين. أيوه. منين يا ليلى؟ منين يا؟ يعني كاملة؟ خلاص. لازم نحط عليها شاش. طيب رجب لي أنا. هو ما بقى غير بزر يتحكم علي ياخذ أغراضي. يلا يا ليلى امشي الحين اوريها الشغل. امشي. والله جلسة رواقة الحين بيات بعصرية. ما شاء الله كسرين الدخت وجالس تاكل. ها انا ما سويت شيء يا ولد. انا ما سويت شيء يا ولد. تضربها عشان حمضيات وفشار وتقول ما سويت شيء؟ والله ما سويت شيء. قبل عماد ما قصرت خلي
ولا يروح؟ انحاش. اي يعني ما ادري انحاش بس يدي توجعني مرة. ان شاء الله تخف يا ليلى. شلون تتكلم على اختي؟ ما تفهم انت. ها تعال تعال. الله يا وحي. هذا شبي. هاي ايش عنده؟ انت الشبير هنا. انت شلون جاي حارتنا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. انت علامك انت، انا اول مرة اشوف بنت تطلع لحالها في الشارع. ايه عادي رايحة بقالي ليه ما تبغاني اروح؟ لا لا ادخلي داخل ادخلي داخل اهفس بالحمضيات. يلا يلا. انت ما اخوي عشان تامر علي وتنهى. اقول ادخلي ادخلي، لو عندك اخوان كان ما طلعتي في الشارع. يلا ادخلي. مالك شغل ولا تدخل فيني. اقول تدخلين ولا اهفس بالحمضيات بعد؟ جرب احسن لك، كفني في الحمضيات. يا عماد يا عماد هذا مجنون. اقسم بيت الله العظيم بزر وتنفخ. عماد عماد ولد الجار يبي يضربني. ولد الجار؟ ايه ولد جارني يقول لا تطلعي، ما راح تروحي البقالة. تبين تروحي البقالة لحالك؟ انا المفروض اروح معك. يا عماد او قال الفيكي الفيكم خير ما طلعوني في الشارع. هذا وين هو جالس؟ جلس في الشارع. تعال شفا. ماني رايح يا ليلى، ماني فضيلة خليه. طب يا عماد انا بروح البقالة. خلاص روحي وانا اخوك روحي. وإذا تكلم علي الولد؟ تعالي علميني وانا اوريك فيه. طيب يا عماد الحين بروح البقالة غصبا عنها. والله ما خليها تتحرك، والله ما خليها تروح البقالة بعد. يا هذا الشبي يوه ما راح. ايه طلعت يا الجربوعة. انت ايش تبي فيني؟ اقول ادخلي داخل بس. يلا يلا ادخلي داخل. انا بروح البقالة مالي شغل فيك. ادخلي داخل. ادخل يلا. والله العظيم تكسر كلامي. يا عماد هذا بغى يضربني مرة ثانية. يقول والله اضربك بالعصير. افا يتطاول على اختي. تعال يا عماد فكني منه. يلا مشينا جايك الحين. والله العظيم والله يجلسها خليها ما تتحرك. وينه يا ليلى؟ هذا هو. يا ابو الشباب ايش عندك هنا؟ جبس البزعة اخوها. ايش عندك هنا يا اخوي ما تفهم انت؟ جالس هنا في الشارع ايش تبي انت؟ ايش قايل لاختي انت؟ بتكلم على اختي؟ ايه ما عندها رجال تطلع الحالة في البيت في الشارع. ايه يعني احنا ما احنا رجال صح؟ لا ما انت رجال، لو رجال كان ما خلت اختك تطلع. ايه تعال بسولف معك. تعال بس معك اخوي. تعال كيفك انت اختي؟ ها ايش عندك تتكلم على اختي؟ ما تفهم انت؟ ها تعال ايش عندك ها عند اختي؟ ها قسما بالله لو تقرب اختي مره ثانيه ليش اتفاهم معك. والله يا وينك والله ايش فيكم انتم؟ وخر يتكلم على اختي. وخر بعد ايش السالفه يا اخي؟ جاي الحر يتكلم على اختي. يا اخوي انا ما ابغى تطلع في الشارع، اخواتي ما يطلعون في الشارع. يا ابن الحلال يا نواف اختك لازم تحترمها. هذه ما هي اختي. ايه طيب ادري انها ما هي اختك لكن اعتبرها زي اختك. اختي تاج راسي. ها شلون تاج راسك؟ اسمع يا حبيبي اللي يلمس اختي يلمسني. هو صادق يا نواف ترى الاخت هي السند، هي العضيده، هي كل شيء. والله ما ادري كيف يعملون خواتهم ذولا. اسمع يا نواف المهم تدري وشو؟ ان اختك لازم تحطها فوق راسك. عز الله انك صادق يعني ما قصرت في النصيحه. اسمع يا نواف الواحد يغلط لكن هالمره لا تغلط. صاص في عماد حقك علي وحق ليلى علي. ابد ما صار كل خير وتفضل تقهوى. شوف يا انس لازم نفتح بقاله كبيره عشان نبيع علي يويو وانا وعماد. يلا يا ليلى انت كبيره. يلا بجيب الفشارات والبيع. يلا يسلم متحمس. ان شاء الله احنا متحمسين كلنا. يلا يلغنا لفتح. ثاني انا هذا هنا 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 صغار قدام انا صغير قدام بارورة. يلا بسرعة من دون التباين. يلا عشان الزباين يشترون كثير. وأنس الصغير بخمسة ريال والكبيرة بعشرة عشان تكون عندنا فلوس كثيرة. يلا لا هذا كبير يا أنس. إيه صح كبير. هذا الصغير. يلا حط الصغير زي بكانة هنا. يلا بحطه هنا.
يلا للبيع 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 للبيع. من يبي يشتري بقالة متنوعة؟ أبغى نادي عماد غيب واخذها كلها. يا عماد يا عماد، ايش تبي يا يوري يا صديقي؟ عندها بقالة كبيرة. مين عندها بقالة كبيرة؟ ليلى وأنس. صادق أنت؟ إيه. وش عندهم بعد في البقالة؟ مشروبات يا عماد. تبين أروح أشتري لك؟ ترى معي فلوس. ما أبي فلوس، أنا أنعش وأخذهم. لا يا أخي ما يصير، لازم أعطيهم فلوس ونشري منهم. بدلش وياها كلنا. يلا يلا مشينا يا صديقي. بقالة بقالة بقالة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ طيبين. طيب اسمعوا، أنا باخذ فشار منكم بس بكم؟ أهم شيء ما يكون غالي، إذا غالي. طيب طيب، وش تبغى؟ أي فشار كبير ولا صغير؟ كبير أكيد كبير. 5 ريال. ليه ليه؟ طيب أسفر أسفر، هذه 5 ريال والله إنها غالي. وش غالي؟ ترى خمسة. أنا بريالين. لا لا. ليه يا بنت ركز، 3 ريال بس. إيش؟ 4 ريال. فاهم معه من؟ لا يا حبيبي، هذا 5 ريال، هذا ب10. أنا بشوف 5 ريال. أيوة. أعطينا 3. 3. إيه في هذا وهذا. أيوة. 5 ريال. لا يا حبيبي. ها حنا تذكرنا. أصبر. 1 2 3 4 5 10. كيف 10؟ يا حبيبي. ما يصير. وش جاي جد 10 ولا؟ توكل على الله. كيف توكل؟ ما عندي إلا 5. إيش أسوي لك؟ 10 ولا ما تبغى؟ شوف هذه 3 أشياء ب5 ريال. أقولك لا، ما تفهم. ترى هذه صغار، بعدين تبيعك 5 والله إنها كثيرة. يا حبيبي ترى ما تضحك على اللي أنا صغير وأعرف كم الحساب. طيب طيب خذي 5 ثانية. لا 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 10. شفت هذه؟ لا 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 ما أقدر. لا 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 يا حبيبي، لا لا لا، تبغاه ولا لا؟ لا أنا أبغى. لا ما ها تعال 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 ما أخذ أغراضي كل ما عطوني فلوس. ما عليك، أنا راح أجيبهم. شلون أجيبهم وأنت ما ساعدتني؟ ما ساعدتني أصلا. أنا صغير يا ليلى. يذين طعمة. والله يا يو إنك خطير يا ولد. شوفوا شلون. إيه بس اسمع، لازم نعطيهم فلوس. وش رأيك نعطيهم 5 ريال بس؟ خلاص أعطيهم فلوس كلها. والله تدري بروح أعطيهم فلوس. غادي قلب 25 ريال. جاي يا ليلى. ها جا. السلام عليكم، أنا أدري إن أخوي ملقوف بس أنا جيت عشان أعطيكم فلوسكم عشان ما تزعلون. خلاص. جب خلاص. أيوة كثيرة معك كثيرة. أيوة خلاص يلا روح، أنا سامحتكم. ها شفتي جت فلوسنا. الحمد لله يا ربي. لمي لحظي المسبح البالوني عند المسبح المائي. يلا يلا يلا. وي وي فوق هنا هنا جنبه. ما شاء الله عليكم، اسمعوا نبي نسبح انتم بالبالوني وانا في المائي. يلا تعال يا عماد. يلا يلا انا جايكم جايكم. ما شاء الله انت تسبح بالمائي على طول. ايه تشوفون. يلا بسم الله. واو قرينا، والله بارد مرة يا عماد. حلو ولا مو حلو؟ حلو بس انه بارد مرة يا رينا. عاد يا عماد، اليوم صعب. اليوم صعب بس انه بارد. الموي مرة بارد. عادي يلا بلعب فينا وخلي البالونات تخرب. يلا طيب اعطوني بالونات. يلا اعطيني. ايوه في المسبح. كثير لا لا تفقعون بوجهي. شوفي يا ريلا عندي لك حركة مرة حلوة. شوفي البالونة هذه تحت الموية. شوفي عندي راي، شو رايكم تنزلون ملا البلوزة حقتكم عشان احنا المسبح؟ يلا يلا صح. يلا يلا انا بدي اجرب عندك. يلا يلا جربي تحت تحت. يلا افقعي. شوفين يا ليلى قايل لك في حركة حلوة زي كذا كذا مزعجة مرة. يلا والله حلوة. خلاص يا ليلى انتبهي شوي شوي. ها الله والله مناسب. وين زين كذا ولا تحت المويه ولا برا؟ تحت المويه. يا الله يا ليلى خلاص خلاص والله برد يا ليلى. انا هو يا ليلى انتبهي. يلا خلاص يا ليلى احنا خلصنا السباحه، لازم تنظفون المسبح. يلا نبي ناكل في المسبح مره وسخ. يلا
يلا يا ليلى بلبس فرينتي بعدين بساعدكم. يلا تعال ساعدني عشان المسبح مرة كثير البالونات. يويو جالس يفقع. لا يا يويو. خلاص خلاص. يا سلام أنا أفاجئكم، أنا سو يويو بالمسبح البالوني. الحين بجيب البالونات. ليلى عندها مسبح كبير. أي والله إنك ساعدك. يا سلام الحين بنسهم كلهم. ما شاء الله حاطين بالونات في المسبح. اسمع اسمع بساعدكم، ايش رايكم؟ يلا يلا ساعدنا. انا بسبح فيها. ما شاء الله من بعد. انا بعد. يلا يلا خلوني اسويها لكم. يلا يلا. يلا اول واحد ينزل يويو. انزل يويو بس انت بشوي شوي لا تنفق على البالونات. انا بنزل يا عماء. يلا يلا بعد انت انزل انزل بس بشويش. وانا بعد معكم. اجل يلا يلا يا ليلى يلا. يلا يلا يلا. يلا بنزل لوجين معكم. تعالي تعالي يلا يلا. بابا بسم الله فقعت بالونة. جدي فقعتها. انا خفت. انت كبير كيف تخاف؟ يلا نبي نلعب. واو يا عماد انا مره بلعب كثير. العب العب وانا بدخل معكم. يلا 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 بسم الله ان شاء الله ما فقع بالونات. يلا العب العب. يلا الحين انا بفجر الحمراء. يلا انا بفقع الحمراء يا ريلا. يلا الحين بفقع الزرقاء. والله الحين باخذ البرتقالي. لا انتبهي يلا باخذ. والله ليلى الصوت قوي مزعج مره يا ليلى. انتبهي باخذ الوني. اهجستي كذا. انتبهي يا ليلى انتبهي. يلا يا ليلى بنشوف شوي شوي. بيجي ليلى بنشوف اكثر واحد من يفقع بالونات. يلا جاهزه. يلا يلا. هاي يا ليلى خلاص انا شفتك بس عليك.